ولازم يبقى في دعم جماهيري، وكيشو كتب كده وكل الاهلاويه الحقيقيين كتبوا كده، لازم يبقى في دعم جماهيري فيما بعد. هي دي الفكره، احنا ما بنتكلمش يا جماعه في دعم افراد، من حقك تختلف على الافراد، من حقك تقيم التجارب، ولكن احنا بنتكلم. طب انا استاذنك فارس، معايا العميد محمد مرجان، كابتن محمد مرجان مدير تنفيذي النادي الاهلي. مساء الفل يا سياده العميد. كابتن عميد مساء الخير يا فندم، عامل ايه؟ طمنا عليك. الحمد لله والله كله تمام، ربنا يخليك. الامور كلها تمام؟ الحمد لله، كل زي الفل الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. سمعنا كابتن محمد ان في اتجاه لاقامه مباراه الاهلي مع بيراميدز بدون جماهير. ما هو امبارح طبعا كان في اجتماع لجنه امنيه، كانت الساعه 2 دور القاهره، وحضروا الكابتن اللي هو هشام جنيد مدير اداره المباريات، وكان الامور ماشيه بشكل طبيعي وطبقا للاتفاق لجماهير الدوري. الاجتماع حضره السيد وزير الرياضه ورئيس النادي الاهلي ورؤساء الانديه كلها، وكانوا اتفقوا على ان الجماهير تبقى متواجده في الدوري 5000، 3000 للنادي المنظم و1500 لوزاره الشباب والرياضه و500 للضيف، وكل الناس كانت ارتضت. يعني كنا بنقول لعل وعسى الخطوه الاولى، وكل الناس بتساعد وبتجتهد لعوده الجماهير بشكل كامل للملاعب. والدوري مباراه الدوري بالكامل الفتره اللي فاتت كانت يعني ماشيه بهذا الاسلوب وبهذه الطريقه. فطبعا النهارده فوجئنا اللي فيه مستجدات، وانا لسه جاي دلوقتي برضو من الاجتماع الامني اللي هم بيقولوا لا، عايزين المباراه بدون جمهور نظرا للظروف الامنيه. النادي الاهلي طبعا سجل اعتراضه، لان النهارده ما ينفعش بعد مباراه زي المباراه اللي اقيمت في برج العرب، وكل جماهير النادي الاهلي، مش هقول جماهير النادي الاهلي شرفت النادي الاهلي فقط لا غير، جماهير النادي الاهلي شرفت مصر بحالها، شرفت الدنيا كلها، وكل الناس اتكلمت على سلوك الجماهير. دي حقيقة. النادي الاهلي ازاي بتحيي فرقتها بعد المباراه، وازاي سلوك اللي الجمهور اللي هو الناس كلها يعني اشادت فيه. دي حقيقة. هل النهارده اقول النهارده في مباراه زي كده ارجع بدل ما هبني من هذه الخطوه، وازاي النهارده بندعم شبابنا، وازاي النهارده بنوعيهم، وازاي النهارده بنقول الجمهور والسلوك الحضاري يبقى موجود، هل النهارده هرجع اقول تاني اصل المباراه تبقى من غير جمهور؟ طب ما انت النهارده ما ينفعش النهارده مباراه في مبدا عدم تكافؤ فرص، وخصوصا اللي المباريات اللي فاتت كلها لعبت بجماهير، جماهير والناس كلها ملتزمه، والنادي الاهلي اول الانديه المصريه ملتزم، سواء النادي الاهلي او جماهير. بالظبط بالظبط. والتزمنا في المباراه كان النادي المنافس هو اللي بينظمها على ملعب الدفاع الجوي، لانه من ضمن الملاعب اللي كان من بدايه خالص برضه في هذا الاجتماع قرر الاتحاد اللي هي دي ضمن الملاعب اللي ممنوع عليها الجماهير، التزمنا والنادي الاهلي التزم ولعبنا هذه المباراه بدون جماهير. تمام. اما ملعب بيترو سبورت فهو ملعب اساسا مسموح بالجماهير واتلعبت عليه مباراه بالجماهير. يعني احنا النادي الاهلي سجل اعتراضه، لعل وعسى اللجنه الامنيه يعني تعيد التفكير، وخصوصا النهارده اللي هيامن اعضاء مجلس اداره او 15 من 15 قادر اللي هو يامن ال 3000 اعضاء الجمعيه العموميه و500 فريق الضيف، والنادي الاهلي قادر هو يامن جماهيره ويامن الضيف ويشيل الضيف على دماغه كمان ويامنه ويخرج مباراه زي برج العرب. اكيد. الاهلي النهارده محدش يقدر يزايد عليه في وطنيته، والنادي الاهلي النهارده اول نادي دايما بيبقى سباق في كل شيء. بنقف مع الدوله ومؤسسات الدوله، بنقف مع جماهيرنا بشكل قوي جدا، بنساعد في عاده الجماهير مع سياده الشباب والرياضه، بنستخدم كل السبل للتوعيه عشان خاطر جماهيرنا ترجع تاني. هل النهارده من المنطق عدم تكافؤ الفرص مباراه هامه زي دي يبقى النادي الاهلي المنظم بدون جماهيره؟ ما تهيأليش. انا اتمنى، احنا سجلنا اعتراضنا في اللجنه، اتمنى ان شاء الله باذن الله بكره يبقى فيه يعني اعاده نظر، لان المباراه انا شايفها ده في اطار الدوري وفي اطار الـ يعني عوده الجماهير، وفي اطار انت داخل على تنظم كاس امم افريقيا، وفي اطار برضه خرجت من مباراه كان فيها 40000 متفرج او اكثر من 40000 متفرج، الناس كلها اشادت بالسلوك للجماهير قبل اي حد. فما ينفعش النهارده ناخد خطوات لورا. اتمنى برضه ان يعني هرجع اقول ثاني ان اللجنه تعيد، والنادي الاهلي مسجل اعتراض، واللجنه تعيد النظر مره اخرى، وهنبقى في انتظار. واتحاد الكوره لازم يبقى ليه دور، اتحاد الشباب والرياضه لازم يبقى ليه دور، واتمنى ان احنا ان شاء الله باذن الله ننتظر يعني ان يبقى الامور ماشيه طبيعيه جدا، مباراه زي اي مباراه في الدوري بتلعب بجماهير. لكن. ما عندناش مشكله خالص، وبتلعب بالجماهير طبقا للاتفاق، النادي الاهلي ما طلبش ازيد من حقه طبقا للاتفاق. بس ده مش اكتر من كده. يعني يا سياده العميد، يعني ايه الاسباب اللي ممكن تخلي المباراه من غير جماهير؟ ايه الاسباب الامنيه اللي ممكن تخلي المباراه من غير جماهير؟ انا بفكر مع حضرتك قدام الناس كلها، يعني ايه او سبب واحد مش اسباب؟ طبعا يعني الامن طبعا يعني له ظروفه وله تقديراته الشخصيه وله يعني طبعا كلنا بنساند الامن، كلنا بنساند الامن، كلنا بنمد ايدينا للامن وبنساعد الامن، لان احنا من غير الامن
انا اسف برضو الامن طبعا نمره واحد، ولكن النهارده في امور لازم احنا عشان بنساعد الامن، وده اللي احنا طلبناه برضو. لو مطلوب امن اداري زياده من النادي الاهلي، النادي الاهلي على اتم الاستعداد يدفع بكل مجموعات الامن في هذه المباراه لمساعده الامن زي ما بنعمل العاده. انا مباراه برج العرب النادي الاهلي كان له اكثر من 350 مراقب امن وفرد وامن اداري ومديرين موجودين لمساعده الامن، وبرضه هناك الناس اخذت فيها مديريه امن اسكندريه طبعا ليهم خالص الشكر والتحيه، والمؤسسه العسكريه اللي استضافت المباراه على برج العرب لهم خالص الشكر والتحيه اللي هم واشادوا بالنادي الاهلي في تنظيم. فالنادي الاهلي النهارده قادر ان هو ينظم هذه المباراه وقادر ان هو ينظم هذه طبقا للوائح، ما بقولش طبقا ما بنقولش حاجه اكثر من حقنا، احنا بنقول طبقا للوائح. احنا لينا 3000 من اعضاء الجمعيه العموميه، لينا 1500 لوزاره الشباب والرياضه، في 500 لفريق الضيف، احنا ما طلبناش حاجه ازيد من كده، بل بالعكس قلنا الامور تمشي طبيعيه، مباراه زي اي مباراه هتخلص ان شاء الله باذن الله على خير. ولكن يعني الاسباب مش هقدر اخد يعني الاسباب هم بقى ان شاء الله باذن الله لجنه امنيه بكره تبقى تبعت وتقول الاسباب او اتحاد الكره يبعت لنا الراي النهائي، ولكن اتمنى ان الناس فعلا تبني على الخطوه اللي الناس كلها اشادت فيها. احنا داخلين على كاس امم افريقيا، داخلين على بطوله هننظمها فيها حضور جماهيري. النادي الاهلي ادى لمصر كلها النموذج المشرف للعالم كله يشيد فيه بوجود 50,000 متفرج، اذا كانش اكتر انا مش عايز ابالي، اذا كانش اكتر الناس كلها كانت موجوده شايف التلفزيون وبتتابع، بدايه من توافد الجمهور من 27 محافظه عشان تحضر المباراه، حتى خروج الجمهور اصغر طفل خارج الحمد لله رب العالمين سليم، وهو ده مسؤوليتنا وهو ده اللي احنا دايما بنراهن عليه، لان بنقول ضفر اي واحد من جمهور النادي الاهلي او جمهور يعني اي نادي مش مهم اي حاجه، بس ضفر اي واحد وسلامته اهم من اي حاجه. وعشان كده كان الرهان دايما في هذا الموضوع للنادي الاهلي بتنظيمه بيكون دقيق جدا 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 بالتعاون مع اجهزه وزاره الداخليه والامن، ازاي الناس تدخل سليمه وتخرج سليمه. الحمد لله رب العالمين كل الاختبارات خلال الفتره اللي فاتت والكلام اللي اتقال كتير اللي ملوش لازمه، بس احنا النادي الاهلي بيلتزم دايما باللوائح، بيلتزم دايما بالقوانين، ما بنعرفش نتكلم الكلام الفاضي، انا اسف اللي الناس بتتكلمه، ولكن احنا بنقول اكيد، وانا سجلت اعتراض في هذا الموضوع في اعتراض النادي في هذا الموضوع، لان ده اسمه مبدا عدم تكافؤ فرص. فلازم احنا النهارده عايزين المباراه تتلعب زيها زي اي مباراه في الدوري، زي اي مباراه في الدوري، احنا ما بنقولش عايزين نزود، احنا بنقول زي اي مباراه في الدوري تطبق على الانديه، تطبق على النادي الاهلي، وده حق النادي الاهلي، حق اصيل ليه. واتمنى اللجنه الامنيه تعيد حساباتها مره اخرى، اتمنى اتحاد الكوره يقوم بدوره ويعيد حساباته مره اخرى. اكيد يا سياده العميد كلام مهم جدا وفي اسئله كتيره جدا وتساؤلات، لكن خلينا ما نسبقش الاحداث لغايه لما نشوف بكره ممكن يحصل ايه. سياده العميد محمد مرجان مدير تنفيذ النادي الاهلي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. العميد محمد مرجان كان ممثل النادي الاهلي، او النادي الاهلي سجل اعتراضه رسميا على عدم حضور الجماهير لهذه المباراه. مش عارف ليه بتصدروا مشاكل للنادي الاهلي، مشاكل اساسا خبر محزن احنا في غنى عنها تماما، داخلين على بطوله كبيره جدا، جمهور الاهلي بيمثل فئه كبيره جدا من جمهور الكوره في مصر، ما اعرفش ده في مصلحه مين بصراحه، مش عارف في مصلحه مين، يعني مش عارف لو جماهير الاهلي قالت ان احنا هنقطع البطوله الافريقيه انتم مستفيدين ايه؟ ما اعرفش بصراحه، لما تحرم جمهور ان هو يحضر مباراه للنادي الاهلي، مباراه مهمه جدا زي مباراه الاهلي وبيراميدز، لما تحرمه قبل كده يعني خلي فيه زي ما قال العميد محمد بيقول خلي فيه تكافؤ فرص، ما الزمالك وبيراميدز لعبوا بجماهير والاسماعيلي ليه الاهلي ما لعبش بجماهير؟ يعني ليه الاسماعيلي وبيراميدز كل المباريات اللي كان فيها اطراف لعبوا بجماهير، ليه الاهلي ما لعبش بجماهير؟ احنا بنقول ابسط الحلول تكافؤ الفرص. ما اعرفش في ايه بصراحه، عندنا بطوله كبيره جدا وكل الجمهور المصري، بس جمهور الاهلي مؤثر جدا وحضراتكم عارفينه، جمهور الاهلي كبير جدا وحضراتكم عارفين، جمهور الاهلي وزمالك وكل الجماهير او الانديه اللا شعبيه جماهيرها كبيره، لما تحرمهم من جماهيرهم في مباريات مهمه جدا انت كده بتعمل ايه؟ وجمهور الاهلي زي ما وصفه العميد محمد مرجان او وصف النادي الاهلي كمان جمهور وطني وكان في منتهى الاحترام منتهى الالتزام وبمنتهى كل حاجه، صوره مشرفه فعلا للكره المصريه، ادى اروع الصور في تشجيع الفريق الاهلي بعد خساره تكاد تكون الأسوأ كمان في تاريخ النادي الاهلي، لكن الجمهور كان راح وايد وشجع وآزر وعمل كل حاجه قدام حضراتكم الصوره. اقصى درجات ضبط النفس. مش عارف ايه بصراحه، مش عارف ليه بتصدروا مشاكل للنادي الاهلي. في مصلحه مين اصلا؟ انا عايز اعرف في مصلحه مين اصلا بتصدروا مشاكل؟ ليه عايزين تطلعوا أسوأ ما في الواحد بصراحه؟ ايه ده؟ بصراحه يعني حاجه بصراحه
حاجه مش ممكن، حاجه مش ممكن. احنا بنحافظ على الشكل العام ودايما ملتزمين بكل حاجه، ودايما بندي ارقى الصور، ارقى الصور بنديها للناس وبنديها للنادي الاهلي وبنديها لجماهير النادي الاهلي وبنديها لمصر عموما، وفي الاخر تقول لي من الاهلي من غير جماهير. انا مش عارف ليه ومش عارف في مصلحه مين. عموما مستنيين بكره الرد، وزي ما قال العميد محمد مرجان في اعتراض للنادي الاهلي او سجلوا اعتراضهم. لو سمحتوا، لو سمحتوا يا جماعه، لو سمحتوا بجد يعني خلينا في الاطار اللي احنا ماشيين بيه. النادي الاهلي حاجه جميله جدا، النادي الاهلي صوره من احلى الصور. زي ما حضراتكم شايفين الجماهير الاهلاويه وشايفين التشجيع المثالي في كل المباريات بصراحة.